انتهى دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار، واللي شهدت 10 أحداث مثيرة. محمد صلاح اتعرض لإصابة في العضلة الخلفية، واللي وضعته في مرمى الهجوم من الجمهور لأنه ترك معسكر المنتخب وسافر إنجلترا للعلاج. اشتباك الركراكي وتشانسل إمبيمبا لاعب الكونغو قال إنه تعرض لألفاظ عنصرية من مدرب المغرب، اللي رد وقال كان عليه أن يكون صادقاً. كاف أوقف الركراكي 4 ماتشات منهم ماتشين مع إيقاف التنفيذ. موريتانيا حققت إنجاز بأول فوز في تاريخها بالكان وإقصاء الجزائر، وبعد الماتش أمير عبده مدرب المرابطين قال لم يتحدث عنا أحد قبل المباراة، تأثرنا بوسائل الإعلام لتعمد تهميشنا. المنتخب المستضيف كوت ديفوار خسر بنتيجة تاريخية من غينيا الاستوائية 4-0، بس المغرب أنقذوا الأفيان ومنحوهم الصعود كأفضل ثالث، بس هيواجهوا السنغال، مش عارفين ده إنقاذ ولا توريطة. مفاجأة البطولة كاب فيردي تأهلوا كأول مجموعة مصر بعد الجولة الثانية، ولعب ماتش مصر بسبعة من البدلاء ونجح في التعادل 2-2. جنون الدقائق الأخيرة في ماتش الكاميرون وجامبيا، جامبيا تقدمت في الدقيقة 85 والكاميرون قدرت تتعادل وتسجل هدف الفوز في الوقت بدل الضايع علشان تتأهل في المركز الثاني خلف السنغال. بعد الماتش احتفل لعيبة الكاميرون، بس المفاجأة انهم لقوا نفسهم بيحتفلوا قصاد جمهور جامبيا اللي بدأوا يحدفوهم بالأزايز. دقايق مثيرة عاشها الجمهور المصري بعد هدف قاتل لمصطفى محمد، بس قدر منتخب كاب فيردي يسجل التعادل. الهدف كان صادم، بس الإنقاذ جه من موزمبيق اللي قدرت تخطف التعادل من غانا بجولين في الدقيقتين 91 و93 عشان تهدي مصر بطاقة العبور. تعرض الجزائري عادل عمروش مدرب تنزانيا للإيقاف 8 ماتشات بسبب الإساءة لمنتخب المغرب، لما قال إنه بيتمتع بنفوذ كبير داخل دائرة اتخاذ القرارات في الكرة الإفريقية. نجح إميليو إنسوي نجم غينيا الاستوائية في تسجيل أول هاتريك في كأس الأمم الإفريقية من 2008، وأصبح أكبر لاعب في التاريخ يسجل ثلاثية في الجان. دور المجموعات شهد توديع كبار القارة مبكراً، تونس والجزائر وغانا، والثلاثة أعلنوا رحيل مدربينهم.